هاي، فراسكم اللي بغيتو تدفعوا لشي ستاج ولا جوب ولا شي بورس ولا ماسترز ولا بي اتش دي ولا شي بروغرام بحال هادوك اللي بارطاجيت معكم في الفيديو اللي فاتو في امريكان في لبنان في مصر في تركيا في الانجليز، خاصكم واحد الحاجه، واحد الحاجه مهمه. عرفتوها؟ لا ماشي الفلوس ولا ماشي المعارف. although ممكن، ولكن ماشي هما علاش غنهضروا اليوم. اليوم غنهضر لكم على كيفاش تكتبوا اون لتر دو موتيفاسيون تكون حلوه، لان اغلبيه الفرص اللي غتبغوا تدفعوا ليهم في حياتكم كيطلبوا منكم اون لتر دو موتيفاسيون، وبزاف ديال الناس ما كيعرفوش كيفاش يكتبوها وعلاش يهضروا بالضبط، كيقدروا يترفضوا في داكشي اللي بغاو يدفعوا ليه بسبب لا لتر دو موتيفاسيون ديالهم. لذلك قلت ندير لكم هاد لا فيديو باش نعطيكم سام تيبس على كيفاش كنكتبوا هاد لا لتر بطريقه اللي غادي تخلي واحد الانطباع زوين عند الشخص اللي غيقراها، وتزيد من الحظوظ ديالكم انكم تقبلوا هاد الشخص اللي غادي يقراها. غادي نسميه موحه غير باش تجي سهله في الهضره. يلا بقاو معايا. اول حاجه، شنو هي بعدا هاد لا لتر دو موتيفاسيون ولا الرساله التحفيزيه؟ تو سامبلومون هذا واحد الاساي، واحد دوكيمنت اللي كنكتبوه واللي فيه كنعبروا على الرغبات ديالنا وعلى الاهتمام ديالنا والطموحات ديالنا فيما يخص داك البروغرام ولا هذاك البوست اللي شفنا عند موحى. الهدف منه هو انني نقنع موحى بانني انا هي ذا بيرفكت كانديديت. في غالب الاحيان هاد الموتيفيشن لاتر هي اللي كتحدد واش موحى عجبتو اناف باش يعرض عليا ندوز انترفيو ولا ما كاينش علاش يضيع وقته معايا اصلا. ايوا بويسكو انا بغيت موحى يعيط عليا باش ندوز انترفيو باش نقدر نزيد نبهرو بالمهارات ديالي وبالمعارف ديالي، غادي نخصص بزاف ديال الوقت باش نكتب واحد لا لتر دو موتيفاسيون اللي تكون ناضيه. باي ذا واي، موتيفيشن لاتر، لتر اوف موتيفيشن، كفر لاتر، ستيتمنت اوف بيربز، هادو كلهم نفس الحاجه وعندهم نفس البيربز، غير كل شنو كيبغي يسميها. دابا غادي نعطيكم ثلاثه ديال التيبس اللي مهمين واللي تعلمتهم سورتو من التجربه ديالي باش كنبغي نكتبو اون لتر دو موتيفاسيون تكون مزيانه. اول حاجه غادي ندير هي كيس. That's what I'm talking about. الله يهديكم الشباب. كيس كتعني keep it short and simple، يعني لا لتر اللي غنكتب ما خاصهاش تكون طويله بزاف باش موحى ما يجيهش الملل، ومن الاحسن نكتبها في صفحه ولا ماكسيموم صفحه ونص، ولكن من الاحسن نخليوها غير صفحه واحده. والى جانب ذلك خاصني نكتبها بواحد لونغاج يكون بسيط ومفهوم باش ما نعقدش الامور على موحى. وي كير اباوت يو موحى. دابا سالينا مع كيس. النقطه الثانيه، الناس اللي كيتفرجوا في هذا الفيديو وما مابونينش كنصحكم انكم تابوناو دابا باش نرجعوا للنقطه الثانيه ديال بصح. النقطه الثانيه، لا لتر اللي غادي نكتب غيكونوا فيها ثلاثه ديال العناصر: انتروداكشن، بودي، وكونكلوجن، مقدمه عرض خاتمه، داكشي بحال ديال الانشاء. مقدمه خاصها تكون اتراكتيف، يعني خاصها تلفت الانتباه ديال موحى، كيف ما كنقولوا يو نيفر جيت ا سكند تشانس تو ميك ا فيرست امبريشن، يعني عندي غير فرصه واحده باش نخلي واحد الانطباع اولي عند موحى. سو اي نيد تو ميك شور انه يكون انطباع ايجابي، حيتاش الهدف ديالي هو انني نعجب موحى اوف كورس. اذا في المقدمه غادي نهضر على راسي باختصار، وغادي نهضر على شنو اللي كيميزني، شي حاجه اللي قلنا اكان هذه تلفت ليه الانتباه ديالو، وفي نفس الوقت بغيت ندير ليه سسبانس باش يكمل القرايه ديال لا لتر كامله. من احسن نادريسي فيها موحى بسميتو، مثلا نقول ليه دير دكتور ولا دير مستر كنيتو، ما عرفش شنو كنت موحى ولكن نفترضوا ان موحى كنيتو نيت موحى، دير مستر موحى ونبداو الرساله ديالنا. فهمتوا باش يحس بيا كنهضر معاه زعما. وراها غادي نجيو للبادي، البادي ديال الرساله زعما. صراحه ما كرهت ما نبقاش نوضع حد الفكاهه ديالي في الفيديوهات، ولكن خصني نقمعني بعض المرات باش ماش نخلي هادشي زوين، ما عندي ما ندير. المهم نرجعوا لموحى. اذا في البادي غادي نشدو كل شرط من دوك شروط التقديم اولا الكواليفيكيشنز اللي كيقلب عليهم موحى، غادي نشرح ليه كيفاش انايا كاع هادوك الكواليفيكيشنز كيتوفروا فيا. مثلا باش ما تلفوش ليا، موحى قال لك انا بغيت شي واحد اللي عنده اكسلنت ليدرشيب وكوميونيكيشن سكيلز. علاش غنجي ونكتب لموحى هي باي ذا واي اي هاف اكسلنت ليدرشيب اند كوميونيكيشن سكيلز؟ نو، حيت هذه جمله فارغه وما غادي تنفع موحى بوالو، ما فيها حتى معنى. انستاد غادي نهضر ليه على واحد المره كنت تيم ليدر في واحد لو بروجي مثلا في الجامعه او في واحد الجمعيه او في واحد لورغانيزاسيون، ها كيفاش خدمت مع ليكيب ديالي، ها كيفاش تمكنت انني نجيري ليكيب، ها كيفاش تعاملت ملي كانوا عندنا دي كونفلي، ها هو لامباكت اللي درت. دونك هنا راني ديجا قلت ليه بطريقه غير مباشره باللي راني عندي اكسلنت ليدرشيب سكيلز، غنخليه هو يستنتجها. ونفس الشيء غنديرو على كاع دوك الكواليفيكيشنز الاخرين. باي ذا واي انا راني قريت مزيان ودرت ريسيرش ديالي على الشركه ديال موحى قبل ما ندفع ليه، وهذا الشيء كامل حتى هو بينتو ليه في لا لتر دو موتيفاسيون. مثلا نقدر نقول ليه راني شفت باللي راكم كتخدموا على واحد لو بروجي اكس، لا ماشي الفيلم، ولا ميثود باش درت واحد تاسك واي لفتت الانتباه ديالي لانني درت اختها في واحد ستاج في واحد الشركه زي،
something like that. وما يكونش يتوقع انكم جيتوا غصتوا في لي ديتاي ديال داكشي اللي كدير الشركه ديالو. سو هذا غيكون واحد العنصر ديال المفاجاه زوين اللي تقدروا تزيدوا في لا ليتر دو موتيفاسيون ديالكم. في الخاتمه غادي نلخص بعجاله داكشي اللي هضرت عليه في العرض. غادي نشكر محا على الوقت ديالو ونختم بالحماس ديالي لهذاك البروغرام اللي كندفع عليه. دابا النقطه الثالثه والاخيره، بايلا درتو كاع هادشي اللي قلت لكم حتى لدابا راكم غتكتبوا واحد لا ليتر زوينه، لكن الا بغيتو كاع تسرعوها وهذه كتجيني اهم تيب اللي نقدر نعطيكم هي ستوري تيلين. الرساله اللي غادي نكتب لموحة غاديش نكتب ليه درت العمل التطوعي نقطه، درت ستاج في شركه اكس نقطه، قريت في المدرسه اكس نقطه، لا غنبان بحال شي روبو كيكتب ولا كيهضر. خاص يكون واحد التسلسل ديال الافكار وديال الاحداث، واحسن طريقه باش نخلقوا هاد التسلسل هو انني نخلق قصة من هذوك التجارب ديالي. هاد القصة خاصها تكون يونيك وتكون very personal، يعني ماشي غنلقاو هاد القصة عند شي واحد اخر. هاد القصة كتميزني غير انا، مثلا تقراها موحة غيعرف بلي راني كنقرا قصة ديال صفاء. هنا موحة مستحيل يجيه القنط، يولي عزيز عليه كاع يقرا لي ليتر دو موتيفاسيون اللي كانوا كلهم على شكل قصة. لكن للاسف موحة كيتشكى ان اغلبية لي ليتر اللي كيوصلوه كيكونوا غير كوبي كولي من جوجل، ما فيهمش كاع حس الابداع وما فيهمش ديك اللمسة الشخصية ديال الكانديديت، وهذا خطا كبير. اخر حاجة اللي نقول لكم هو انا عارفه وانتم عارفين بلي بزاف ديال الناس كتجيهم لا ليتر دو موتيفاسيون واحد العبء كبير. هي فعلا لا ليتر دو موتيفاسيون شي حاجه اللي كتطلب بزاف ديال الوقت وبزاف ديال لافور باش تقدروا تكتبوا واحد لا ليتر زوينه، ما نهضرش مع الناس ديال جوجل، لكن اعتبروها فرصه انكم تدربوا على كيفاش كيتكتبوا هذا النوع ديال الرسائل. هذا من جهه، وتخليكم تعرفوا اكثر على راسكم من جهه اخرى، سورتو اف يو ريلي ميك ات بيرسونال. قبل ما نكتبوا اي ليتر دو موتيفاسيون خاصنا ضروري نسولوا راسنا مجموعه ديال الاسئله، وداكشي حتى انا اللي درت هذا البوست ديال موحه، جلست مع راسي وسولتني علاش انا بغيت ندفع لهذا البوست اصلا، شنو اللي عجبني فيه بالضبط، شنو هما الحوايج اللي فيا اللي غيخليوني نعطي في هذا البوست مزيان، شنو غادي نربح انا وشنو غنستافد الا تقبلت في هذا البوست. المهم انكم تبينوا في الابليكيشن ديالكم اشنو نتوما غادي تستافدوا الا تقبلتوا وشنو موحه حتى هو غادي يستافد الا قبلكم. ضروري يكون واحد الوين وين. ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس يوصلكم الجديد ديال الفيديوهات اللي باقا غندير مستقبلا، لانني قررت انني نحط فيديو كل سيمانه، لذلك فعلوا الجرس يوصلكم الجديد. نشوفكم في الفيديو الجاي.